مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من البريمو. طبعا بداية الأسبوع وزي ما احنا شايفين حصار الكورونا بيجتاح كرة القدم العالمية. الخمس دوريات الأوروبية والعالمية والأكثر شهرة بتتوقف نشاطاتها نتيجة هذا الفيروس المنتشر بشكل سريع، وده يمكن يعني باين ان هو كان هيحصل من البداية. شفنا الاتحادات القارية والاتحاد الدولي، شفنا الاتحاد الاسيوي بيوقف نشاط وبيأجل مباراة، ثم الاتحاد الافريقي في الوقت الحالي ايضا اجل كل التصفيات الخاصة ببطولة الامم او التصفيات الخاصة بكأس الامم الافريقية وايضا كأس العالم في هذه الفترة. الاجندة الدولية في الوقت ده بالكامل تأجلت في كل انحاء العالم، ايضا دوري ابطال اوروبا بيتوقف في هذه اللحظة، أيضا الدوري الأوروبي. يمكن الكورونا بيجتاح العالم بشكل كبير، في بعض اللاعبين جات لهم الكورونا، ويمكن لاعبين مشهورين في أندية كبيرة جدا زي تشيلسي زي فورنتينا زي في أندية يعني بدون ذكر أسماء أو الواحد ينسى الأسماء الأندية، لكن فعلا بيجتاح هذا الفيروس كل الدول العالمية. لكن خلينا أطمنكم بس بشكل كبير على مصر. يمكن أنا يعني بحيي جدا الدولة المصرية في فكرة القرارات الخاصة بيها، في فكرة الاستباق أو القرارات الاستباقية لمعالجة الأمر في مصر. إحنا يمكن عندنا أجواء خاصة بمصر بتخلي يمكن الفيروس إلى حد ما ممكن ما يأثرش بشكل كبير. طبعا حاجة بنحمد ربنا عليها، يمكن اليومين اللي فاتوا ربنا أراد إن إحنا يبقى فيه أمطار، فبالتالي كل واحد يقعد في بيته، فبالتالي عملية المقابلة للأشخاص أو التلامس مع أشخاص دي جات من عند ربنا. لكن الدولة كمان في الفترة دي أو النهاردة بالذات بعد القرارات الخاصة بمجلس الوزراء بوقف النشاط الرياضي، أيضا تعطيل العمل في المدارس، كل الأمور دي أعتقد أنها جات في وقتها، ودي تحسب للدولة بشكل كبير أن أنت بتحاول تحافظ على أبنائك، تحافظ على ما سيكون بعد كده، لأن ممكن بعد كده كانت الأمور تتطور بشكل كبير. هنشوف في أندية يمكن استبقت الأحداث زي النادي الأهلي مثلا، وقف دخول الأعضاء بالنسبة له في لمدة 3 أيام اللي فاتت نتيجة طبعا الأرصاد الجوية واللي قالته، فاستبق هذه الجزئية، يمكن طبعا كان جزء منها هذه المشكلة، مشكلة فيروس الكورونا. لسه في اجتماع بكرة للنادي الأهلي عشان وقف النشاط في الفترة اللي جاية، هيشوفوا طبعا ده هيكون مع اللجنة الطبية الخاصة بالنادي الأهلي. أيضا نادي الزمالك النهاردة بيقرر وقف النشاط لمدة أسبوع في النادي الزمالك. هنشوف الفترة اللي جاية إيه اللي ممكن يحصل بالنسبة للأندية، لكن النهاردة رسميا بيتم تعليق نشاط كرة القدم لمدة 15 يوم، ده بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، بعد الاطلاع طبعا على توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة يعني طبعا الدكتور محمد حسني. يمكن ده بالنسبة لي محمد سلطان، أنا آسف، وده بالنسبة لي كرة القدم في الفترة القادمة بالنسبة لي من بكرة إن شاء الله يوم 16 مارس لمدة 15 يوم. طبعا ده على جميع النشاطات الخاصة بكرة القدم في مصر، قطاع سواء بقى الفريق الأول أو الناشئين وجميع الأعمار الخاصة بكرة القدم في مصر. أكيد ده هتتطلب برضو فكرة الأكاديميات، سواء بالأكاديميات الخاصة بالأندية أو حتى الأكاديميات الخاصة للأفراد، ده مهم جدا، وده لأن أكتر التلامس والمقابلات ما بين الأولاد الصغيرين ده بيبقى موجود في الأكاديميات والنشاطات الكروية في الأعمار. اللجنة الطبية أيضا بتناقش كورونا وإزاي الجزء الوقائي، وده مهم جدا الجزء الوقائي في الفترة المقبلة. طبعا يمكن اللجنة كانت عايزة تطلع قرار فكرة عدم السلام ما بين اللاعبين قبل وبعد الماتش، وده كان بيحصل في الفترة اللي فاتت، وأيضا بيبقى فيه زي شنطة طبية خاصة بكل لاعب بيكون فيها زي ما بيقولوا بنقول كده فكرة الكحول، أو يبقى في حاجة منظفة دايما للإيد. ده بالنسبة للجنة الطبية اللي عقدت اجتماعها النهاردة بالاتحاد المصري لكرة القدم. أيضا اللجنة الأولمبية المصرية بتعلن تعليق جميع الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوم. طيب خلينا نروح لدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ويعني الاجتماع النهاردة أكيد تناقش فيه بعض الأمور الخاصة بفيروس كورونا وأيضا الأسلوب الوقائي لهذا الفيروس في الفترة المقبلة. دكتور محمد مساء الخير على حضرتك.
مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك. الاجتماع النهارده يا دكتور برضه نحب نعرف تفاصيله وكواليسه بالنسبه لجمهور كره القدم وما حدث بعد ذلك من تاجيل لنشاط الكوره لمده 15 يوم.